السلام عليكم، وياكم علي الرفاعي. اليوم بتكلم لكم عن أهمية الشاشات وشاشة الإيزو CG2730. اليوم بتكلم لكم عن موضوع وايد مهم اللي هو الشاشة. احنا دائما كمصورين عندنا احسن كاميرات، ندور احسن كاميرات اللي تطلع لنا الالوان، لكن من اهم المراحل اللي احنا نتكلم فيها اليوم مرحلة ما بعد التصوير. عادة الكاميرات تصور بالوان وايد عريضة وعمق الالوان وايد، فاهمية التصوير، اهمية الصورة وين تشوفها عشان نسوي الاديتنج ونخلص الصورة اللي هي 50% من شغل التصوير كله وايد يكون مهم. فاذا عندي انا صورة صح، ألوانها صح، لكن الشاشة اللي قاعد أشوف فيها مو بصح، هاي مشكلة عودة. اليوم عندي شاشة الإيزو CG2730 27 إنش. هاي الشاشة طبعا في الاستديو اللي أصور فيها وأشوف الصور أثناء التصوير. الشاشة الرئيسية اللي عندي اللي هي CG319 4K. راح أتكلم عن موضوع الدقة، دقة الـ 4K ودقة الـ QHD من هاي الشاشة، ونقاط وايد اللي بنتطرق لها. طبعا هالشاشة فيها اول شيء نتكلم عن الوصلات اللي فيها، ميني ديسبلاي HDMI و DVI، بالاضافة الى انه في USB نقدر نوصله على الشاشة علشان على الكمبيوتر مالنا. انا اليوم موصل الكمبيوتر الآيماك، الشاشة فيها USB هاب، يعني لما نوصلها في الكمبيوتر ممكن احنا نستعمل 3 وصلات USB حق نشغل فيهم أي شيء، الهارد ديسك ممكن نشغل فيهم، نشحن فيهم أي شيء، يعني يشغلون كUSB. ديزاين الشاشة، طبعاً الشاشة ممكن تتحرك فوق وتحت، ممكن ترتفع، ممكن تنزل لي سطح المكتب، وبالإضافة إلى أنه ممكن إحنا نلفها نسويها على شكل عمودي في حال إذا احتاجينا إحنا نشوف الصورة بالطول. فالشاشة جدا أنا حابها، ممتازة حق وقت التصوير، لأن أحيانا نصور الصورة بالطول. الأهم من هذه أحب أتكلم بالطبق ليش هاي الشاشة. الشاشة مهمة لأن إحنا نشوف فيها الصورة اللي صورناها بعد التصوير. إذا هاي الشاشة ما تعطينا الألوان والعمق والأشياء والتدرجات بشكل صحيح، هاي مشكلة عودة، لأن ممكن إحنا نغلط ونحط ألوان غلط للعميل أو للطباعة، خصوصا الطباعة. أول شيء الشاشة هذه، إذا احنا نشتري أي شاشة حالياً ما نشتري أي شيء غير الـ IPS، لأن الـ IPS عرض مشاهدة الصورة كبير يوصل لـ 180 درجة، في هالشاشة في هالموديل بالذات 178 درجة، يعني إذا أنا قاعد مع العميل هني والعميل الجهة الثانية ممكن تشوف الألوان بالضبط اللي أنا أشوفها، إذا واقف في النص، واقف على الطرف، أو أشوف الشاشة من أي طرف كان واقف قاعد. دائماً عندنا المشكلة في اللابتوب لما نحرك نشوفنا بالألوان الصحيحة، هذه هنا ما عندنا مشكلة، أنا إذا رحت الجهة ذي ولا الجهة ذي ولا مجابل الشاشتين ما عندي مشكلة. طبعاً الآيماك شاشة الآيماك تعتبر شاشة ستاندر، ما بقول لكم سيئة، لكن هذه اللي إحنا بنوصل للألوان الصحيحة 100% تدرجات أي شيء في الصورة. لو تلاحظون هنا حتى عندنا الخط مال الخلفية باين، هنا مو باين، يعني هاي شيء وايد مهم. فـ IPS panel هاي الشاشة، ونوعية سطح الشاشة، نوعية الـ المواد اللي مصنوعة منها الشاشة هذه مات، ما في أي reflection. لو تشوفون الصورة الحين بحط لكم إياها، حط إضاءة مباشرة بتشوفون تدرج الانعكاس شلون، لكن وجهناها على مثلا شاشة مثل شاشة الآيماك أو اللابتوب راح تشوفون نفس المراية، انعكاس قوي، وهاي ممكن يضايقنا في حال إذا احنا في مكان ما نقدر نتحكم في الاضاءه فيه. الشيء الاهم بعد عندنا العمق، عمق الالوان. عمق الالوان في عاده الشاشات اللي طلعت في 6 بت 8 بت وفي 10 بت وحتى توصل ل 14 بت في الانواع جدا غاليه. كاميراتنا احنا توصل الى 14 بت، لكن الشاشات اللي موجوده هنا 10 بت، عندنا من هاي الشاشه 10 بت تراوينا. شنو الفرق بين 8 وال 10؟ الثمانية بت احنا قاعد نشوف في كل لون تدرجات الى حد
16 مليون تدرج، الأحمر 16 مليون، الأخضر 16 مليون تدرج، والأزرق 16، وهذا المجرى. ولكن هني في هالشاشة عندنا من كل لون أو تدرجات الألوان توصل إلى بليون تدرج، مليار واحد. فهاي شيء جدا مهم. لكن أحب أذكر أن إذا عندنا إحنا شاشة 10 بت والجرافيك كارد اللي موجود في الكمبيوتر قديم، ما راح يقدر ان احنا نشوف الالوان كامل. فمثل بعض الكمبيوترات، اغلب كمبيوترات الماك الاخيره حتى اللابتوب تقدر تشغل 10 بت، فهاي شيء لازم نحطه في بالنا. وعندنا شيء الرابع اللي هو الكلر جامت. شنو الجاما؟ احنا دائما نشوف في كاميراتنا عندنا sRGB ادوبي RGB، شو الفرق بينهم؟ طبعا اذا احنا نصور رو هاي الشيء ما يفرقنا، لا بعدين احنا نقدر نختار. لكن عندنا ال sRGB اللي هو الستاندرد RGB، هاي موجود من ايام من التسعينات اعتقد، شركات مثل مايكروسوفت و HP اعتمدوه ان هذه اللي هو الستاندرد، هذا النظام القياسي للالوان حق الويب والطباعة العادية وكل شيء. عندنا طباعة الكوميرشال، هذه حتى CMYK اشياء معقدة ما نبي ندخل فيها، احنا نتكلم اليوم عن شغلنا في التصوير. فال sRGB ما بقول لكم موضوع معقد شوية، بس مساحة الألوان، مساحة الأحمر، مساحة الأزرق، إذا عندنا مساحة ألوان صغيرة إيش كثر ألوان نقدر نراويكم فيها، وإذا عندنا مساحة أكبر إيش كثر نراويها. دائما تشوفون الصورة اللي هي المثلث والألوان. فهاي الشاشة تدعم أدوبي RGB 98% اللي هي أعلى من ال sRGB بشكل كبير. فنقدر احنا نعتمد الالوان ونشوف الالوان تدرجات اللي موجوده في الاخضر بالالوان المختلفه والالوان الخضراء المختلفه او الاحمر بدرجاتها المختلفه. فهاي جدا مهم. تكلمنا عن التوصيل، انا موصل الحين في الاي ماك بالميني ديسبلاي، نفس الشيء احنا نقدر نوصل بالاتش دي ام اي في عندنا اللابتوب على حسب النظام، بس هاي الشاشه ممكن توصل، في ادابترات لكل الشاشات. بالإضافة لأن الشاشة هذه 27 إنش، وباصل حق موضوع الدقة بعد شوية، بس أنا الحين مركب عندكم، لاحظوا إن في الشيد، إذا أنا شلته الشيد هذه جدا سهل شيله على أساس إن حتى إحنا نلف الشاشة، بس هذا يمنع أي، يضمن لنا حتى داخل الشيد أو داخل المظلة أو اللي موجودة فيها، هذه نوع الشاموا او مثل ما نقول المخمل احنا في البحرين، اسود، فما يمنع اي انعكاس داخلي. تركيبها جدا سهل وشيرها جدا سهل، كله بمغناطيس. فهاي جدا يساعد، تشوفونها دائما استديوهات البروفيشنال يستخدمونها. شيء ثاني في الشاشه ان فيها ضمان اليونيفورميتي للشاشه كامل للبانل. يونيفورميتي اللي هو انتظام الاضاءه وانتظام الالوان من زاويه الى زاويه ثانيه. فما عندنا اي مشكله ان احنا نشوف الالوان على طرف الشاشه. لو الاي ماك هذه اذا رويكم شنو المشاكل اللي فيه، بتشوفون في بقع في مختلف المناطق عقب سنتين من استخدام. الضمان على هاي الشاشه يونيفورميتي 5 سنوات، ضمان الالوان 10 فوق ال 100,000 ساعه، بحط لكم الرقم الصحيح ما اتذكر. وعندنا ضمان اللي هو البرايت بيكسلز الى سنه كامله. لو اكيد في ناس منكم استخدموا شاشات وشافوا في نقطة مثل ما نقول نسميها ديد بيكسل أو نقطة ميتة من البكسلات، أغلب الشركات عندهم مثلاً 1% 2%، هاي ما يشمل هالضمان. لما تستلم الشاشة من إيزو عندكم ضمان سنة كاملة إنه ما في هاي الشيء، فإحنا ضامنين. والضمان تبديل 5 سنوات، هاي أهم شيء عندي. بقول لكم قصة سريعة، لما بغيت أشتري شاشة جديدة بعد ما اختبر شاشتي القديمة، اتصلت في وايد شركات اللي هي البروفيشنال، ما بقول اسامي، ما حد فيهم ساعدني، او بلا صح ما حد فيهم رد علي. ما عدا شركه ايزو، الشخص اللي كلمني واعطاني معلومات وكل شيء، والحمد لله يعني انا الحين مرتاح. الاهم في شغلي انا كبروفيشنال انه في دعم، ما في جهاز في الدنيا ما يخترب، ما في كاميرا ما تخترب، ما في شاشه ما تخترب،
كل شيء يخترب، سيارة تخترب. فبس أهم شيء الدعم وقت الحاجة، هاي أهم شيء. فالحمد لله ضمان، أنا ضمنت إن أقدر إذا صارتني أي مشكلة في شخص أكلمه ويحل المشكلة، هاي وايد مهم. عندنا حجم الشاشة، حجم الشاشات الحين طبعاً شاشات اللابتوب 15 إنش عادة. في الاستديو عندنا الآي ماك كمثال 27 إنش، فأنا لما أصور وعندي 27 إنش يمها، فتقريباً عندي نفس المساحة وشكل طبعاً مرتب. دقة هاي الشاشة QHD مو 4K، اللي هي 2560x1440 على 27 إنش، كتصوير جداً ممتازة. الحين إذا أنا جيت وعملت زوم على هاي الصورة تشوفون أن أنا أقدر أشوف الوجه، أروح قريب. إذا عندي هاي الشاشة 4K احتمال أن الزوم ما بيكون لها الحد. الشاشة فيها built in calibration، يعني نظام موازنة الألوان داخلي هاردوير، مو بس أنه الحين عندنا السنسر ينزل أوتوماتيك من الشاشة ويسوي، فما نحتاج أي جهاز خارجي عشان نوصله، بس ممكن طبعا نوصل جهاز خارجي. طبعا الآي ماك هذه جهاز خارجي أسوي له كاليبريشن في حال إذا احتاجين الهاردوير كاليبريشن. إذا شلت هذه الشاشة بعد ما أسوي الكاليبريشن أو أسوي موازنة الألوان، الصورة راح تظل كاليبريشن مخزنة داخل الشاشة مو على الكمبيوتر فقط. إذا وصلت بالكمبيوتر طبعا يصير تواصل بين الكمبيوتر وباليوسبي مع الشاشة، الألوان تطلع على حسب النظام اللي أنا استخدمه أو البرنامج. لكن إذا شلت هذه الشاشة رحت في لوكيشن وشغلتها، تشوفون الحين في المنيو إن أنا أقدر أختار الألوان لكل لون أنا خزنته، اللون مخزن داخل الشاشة مو على سوفتوير موجود أو برنامج موجود في الكمبيوتر. هاي الشيء بعد صح. وفي النهاية هذه مراجعتي السريعة على الشاشات، ومثل ما قلت لكم تقدرون تأخذون المعلومات هذه تشوفونها في على الشاشات أي نوع تشترونه. أنصح بهالشاشة لأن أنا اقتنعت في الشركة واقتنعت في الجودة اللي موجودة. الشركة يابانية، الشركة ما عندها شغل تاني تسوي غير شاشات، ما تسوي إلكترونيات، ما تسوي شيء ثاني، وهي تورد لي أهم القطاعات الصناعية والطبية، بالإضافة إلى الكرياتيف أو المبدعين مثل المصورين والمصممين. أهمية الألوان جدا جدا مهمة. فهاي حق اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.